سي نور الدين الخادم وزير الشؤون الدينيه امام جامع الفتح. جامع الفتح 3 سنوات كنت سيدا مطلقا لمنبره، يعني اطلقت فيه يعني الخطابات مختلف اشكالها الوانها المتصله بالاحداث السياسيه اللي عرفتها البلاد وعرفتها الامه عموما. نور الدين الخادم وزير الشؤون الدينيه يرقى روحه الان متصل بمنشور يعلم فيه أنه تم إعفائه. ظهر لي المنشور أو الوثيقة أو البرقية تقول أنك ما شاورتش الوزارة كي دخلت قناة الجزيرة صورت خطبة الجمعة. سي نور الدين، الناس كل تتحدث على قضية الحق والباطل، لكن الناس كل تقريبا يعرفوا للمسألة السياسية بالأساس، عركة سياسة، شنو هي الحكاية وفق رؤية نور الدين الخادم؟ شكرا لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دمت قلت أن القضية حق وباطل، نسأل الله أن يرزقنا الحق ويعلمنا اتباعه وأن يجنبنا الباطل ويجنب الجميع إن شاء الله الباطل. القضية التي أشرتم إليها ننطلق من الرياضة، ومنطلق الرياضة هو الوسط، وسط الميدان، وخير الأمور أوسطها، والأمة أمة وسط، ودين وسط، وشعب وسط. الوسط في هذا الموضوع كما أشرتم في بداية حديثكم هو أن القضية الدينية في تونس إلى حد الآن لم تستوعب كل ما يتعلق بها من مناقشات وتسويات ووفاقات بناء على الدستور والقانون وعلى مبادئ الإسلام وعلى سماحة الشعب وغير ذلك. ولذلك كان الأجدر بالوزارة في وضعها الحالي مع السيد عثمان بطيخ أن تستكمل هذه القضية المركبة بفتح أبوابها ومناقشة قضاياها والاتصال بمنظوريها وأئمتها، لا أن تغلق الباب، لأنها أغلقت الباب في الآونة الأخيرة ولم تتواصل لا مع النقابات ولا مع الجمعيات ولا مع الإطارات الدينية. ومال السيد الوزير إلى إجراءات نحسبها إجراءات تعسفية، إجراءات لم تستجب إلى الحد الأدنى من القانون والمعيار والبروتوكول وغير ذلك. لذلك نحن اليوم أمام قضية من جهتي أدعو إلى استكمال البحث فيها من ناحية الدستور والثورة كما ذكرنا والدين والقوانين وما إلى ذلك، لا أن نغلق الباب وأن نعطل المسار. الوزارة الآن معطلة ومشاريعها مشاريعها في تعثر شديد وفي تأخر شديد. إصلاحات ابتدأناها معي أنا ثم مع الدكتور منير الطيلي بعد ذلك، كان على الوزير أن يكمل هذه الإصلاحات الجوهرية التي إصلاحات هيكلية وإصلاحات قانونية وأيضا إصلاحات مضمونية تتعلق برسالة الدين في تونس، برسالة الخطيب والمجتمع. نحن اليوم معنيون مثلا بفكر إسلامي وسطي زيتوني. ما هو مستلزم هذا؟ مستلزم هذا المحاضرات والدورات والتكوين والمنشورات وأيضا تأطير الأئمة والإعلام الديني وغير ذلك من التوعية الإسلامية الدينية المعتدلة. هل سنحارب نحن التطرف والغلو والإرهاب؟ نحاربه بعزل أئمة مشهود لهم بكفاءة واعتدال في الداخل وفي الخارج. هل نقاوم الإرهاب اليوم بغلق عدد من المساجد في شهر رمضان المبارك أمام شعور إسلامي؟ وتعرف سيادتك شعور المسلم عموما وفي تونس في رمضان وفي مسجد. هل نقاوم الإرهاب بأن نمنع معهد الشريعة من أن يقوم بدوره التدريبي والتكويني؟ وأن منعه معهد الشريعة ليس هناك برنامج الآن تكويني ولا تدريبي، يعني ليس هناك برنامج، مش تم منعه، مش يعني المعهد يعني ليس برنامج. هناك ليس هناك برنامج، يعني ليس هناك منع، يعني إما أن تفعل أو ألا تفعل. معهد الشريعة وهو معهد تابع وزارة الشؤون الدينية هو شبه معطل الآن، ومهمته الأساسية التكوين والتدريب ومحاضرات وندوات. أين دور الوزارة الآن في موضوع الإرهاب، في مقاومة الإرهاب مقاربة دينية؟ لأنه لحظة وأختم بهذا، المقاربة للإرهاب هي مقاربة مركبة فيها السياسي والإعلامي والتربوي والأسري إلى آخره، وجزء كبير من هذه المقاربة المقاربة الدينية الشرعية، لأن الدين وهو ركن في هذا المجتمع والوزارة هي التي تؤطر الشأن الديني. أين دورها من ناحية صلاحياتها، من ناحية قوانينها، من ناحية رسالتها في المجتمع؟ قضية الإرهاب في الجانب الديني لا تناقش بشعارات عامة، لأن قضية فكرية تستند من داخل المنظومة الدينية، من داخل المعرفة الشرعية، في لكن من داخل المعرفة الإسلامية ومن داخل التفسير القرآني والشرح النبوي والبيان الفقهي.